تمام. طيب بسم الله. You are on a post-take work round with your consultant and review a 48-year-old man who was admitted with a sudden severe abdominal pain, confusion, and pyrexia. He has a background of alcoholic cirrhosis and non-ascites, which is normally asymptomatic. An acetic tap was done overnight, which showed neutrophil count more than 375. Diagnosis more than 250, and was sent for urgent microscopy and culture. What organism is most likely to grow from the acetic tap? E. coli, Staph aureus, Klebsiella, Streptococcus, or Enterococcus. هم كلهم ممكن نلقاهم في الكالتشر, بس the most common here E. coli. ودي بتبقى كومن قوي مع الناس السيروتيك دي اللي هي السبونتينيوس. مش مظبوط, ولان طبعا الاي كولاي طبيعتها نورمال انهبيتنت فلورا يعني. الحمد لله على السلامه دكتور. الله يسلمك دكتور حسن. ماشي, اتفضلي دكتوره لمياء. عدي عدي السؤال اللي بعديه. لا ممكن نقرا الطبق. ماشي مفيش مشكلة, اتفضلي. طيب اسمه, أو لو حابين تعدوها إنه شفناها قبل كده أوكي. لا لا, نعمل له ريفيو على السريع برضه كويس, نثبت المعلومات. طيب أوكي تمام. Spontaneous bacterial peritonitis is a form of peritonitis usually seen in patients with ascites secondary to liver cirrhosis. Features بيكون عندهم ascites, abdominal pain and fever. Diagnosis, هنعمل paracentesis, neutrophil count المفروض يكون more than 250 عشان يكون diagnostic. The most common organism هي الـ E. coli. Management بـ IV cefotaxime. طيب في حالتين في الناس ممكن يكون عندهم ascites بس انه مش بقت خلاص peritonitis, لكن بياخدوا prophylactic antibiotic اللي هو patient عنده history قبل كده ل spontaneous bacterial peritonitis, أو patient ال fluid protein بتاعه less than 15, and either childbirth score of at least 9, أو عنده hepatorenal syndrome. السكور ده أنا رسلت بعت صورة في الجروب. هو أنت تقدري تشرحه لنا يعني لو ظهره يعني ممكن؟ ممكن ممكن. طيب أنا أفضل. طيب أوكي. أنا هو على الجروب صح؟ هو على الجروب. طيب تمام. ظاهر دلوقتي؟ لا لسه أنا ما ظهر عندي. أيوة كده تمام. طيب هو السكور ده فيه خمسة حاجات. هنشوف التوتال بايلوروبين والسيلم البيومين بروثرومبين تايم والاي ان ار بالعيان إذا عنده أسايتس ولا لا, وهيباتيك إنكفالوباسي إذا فيه أو لا وكده. هنشوف السكور هيتأخد كيف. طيب هو فيه 0.1 مثلا في التوتال بايلوروبين, إذا كان أقل من 34 هنديه 1 point, إذا كان من 34 to 50 هندي 2 points, إذا كان أكثر من 50 هياخد 3 points. تمام. في السيرم ألبيومين إذا كان more than 35 هياخد 1, إذا كان between 2.8 to 3.5 هياخد 2 points, أقل من 28 هياخد 3 points. بالنسبة للبي تي أو الآي إن آر إذا كان less than 1.7 ياخد 1 point, إذا كان mild ياخد 2, إذا كان moderate ياخد moderate to severe ياخد 3 points. هيباتيك انكيفالوباسي يا إما في يا إما جريد 1 أو 2 أو سبريست بميديكيشن أو جريد 3 و 4 أو ريفراكتري, هياخد 1 على إذا ما في, ياخد 2 إذا كان جريد 1 أو 2, وياخد 3 بوينتس إذا كان جريد 3 أو 4. بعد كده حسب نشوف هيجمع كم. إذا كان التوتال بوينت من 5 to 6 ده جريد 1, كلاس A يعني, كلاس B من 7 to 9 وأكثر من 9 أو هو من 10 ل 15 ده كلاس 3. والسرفايفل دي يعني ما قصة مهمة خالص, لكن بس المهم إنه كلاس A 1 year survival 100%, B 80% و C 45%.
تمام، جميل جدا بصراحة. طيب نرجع تاني، باي الطبيب. اشكرك يعني على الشير السكور ده. لا العفو. طيب يبقى ده لو كان انه السكور نايس بتاعه ريكومندد كان لو هنا كان السكور بتاعه من 9 واكتر، يعني اللي هي الاخيره تمام. كلاس سي. تمام. طيب نايس ريكومندد انه بندي بروفلاكتيك اورال سيبروفلوكساسين او نورفلوكساسين، اللي عندهم سيروزس او اسايتس بس انا سيتيك بروتين اقل من 15 او 15 جرام بالليتر او اقل. تمام. والالكوحوليك ليفر ديسيز هي بور بروجنوزيس. تمام يا دكتورة. تمام. طيب you are a medical doctor on call of 24-year-old woman present to the emergency department with a 3-day history of loose stool, abdominal pain and fatigue. She tells you that she has been opening her bowels on average 7 times per day. And that is the last 24 hours she has noticed blood mixed with the stool. The patient has a past medical history of the ulcerative colitis, which is usually well controlled with rectal mesalazine. She has no other medical history and no allergies. On examination, the blood pressure is 100 over 60, heart rate 95, beat per minute, respiratory rate 16, oxygen saturation 96, and temperature 37.9. Heart sound are normal. Chest is clear. Abdominal is soft with localized tenderness in the left iliac fossa. There is no guarding or proteinosis, and pulse sound are heard. طيب يلا البيشنت دي هي You suspect a flare هنشوف of الانفستيجيشن. ulcerative ايوه فلير للالسراتيف كولايتس. اتش بي لو، بليتلت نورمال، وايت بلاد سيل هاي، صوديوم يوريا كريا صوديوم بوتاسيوم يوريا كرياتينين كلهم within normal range، سير اكتيف بروتين هاي. You suspect a flare of ulcerative colitis. How should this patient be managed؟ المفروض نعمل لها يعني. طبعا هو السي ار طيب بي ده يعني من الأول هنبدأ كورليشن للسيفيريتي للابسيرتيف كوليتس. للسيفيريتي بالضبط كده. وغير كده في الكيس هي هنشوف الموشن كانت كم، كانت 7 7 7 times تايمز per day. أيوة more than 6 دي هي سيفير. more than 6 بلس تمام معاها سيستميك ابسيت يعني زي معاها systemic illness، وهو بلودي طبعا في كل الأحوال لأنه ulcerative colitis. فهنا انت هت يعني قصدك ان هي ايه بقى كده هنا بلس. هنبدأ هنديها هي سيفير. هي سيفير تمام صح. هتاخد اي في هيدروكورتيزون. السيفير لازم يتعمل له ادميشن. ايوه هو ادميشن بياخد واي اي في في هيدروكورتيزون. بالظبط صح. الله ينور عليك. يعني ممكن تلاقي تلخصي معلش المانجمنت بتاع السيفير، او لو حابة اجيب ده ولا اللي وراه ايوه احنا التوبيك. هنشوف اهو. هي نقرا الطبق هي رخمة صراحة، لكن مع التكرار إن شاء الله هنظبطها بإذن الله. إن شاء الله. أوكي طيب نقرا الطبق على طول. تقريبا نفس الكلام هيتقال فيها. treatment can be divided للأرثيتيف كولايتس management. treatment can be divided into inducing remission and maintaining remission. طيب هيتقسم على حسب انه مايد مودريت او سيفير. طيب مايد متى بنقول مايد، متى بنقول مودريت او سيفير؟ مايد اذا كانت ال 4 stools per day or the small amount of blood. اتفقنا انه كله هيكون بلودي في الالسراتيف كولايتس. اوكي تمام. مودريت اذا كان من 4 to 6 stools per day varying amount of blood وبس ما في systemic upset. سيفير اذا كانت اكثر من 6 بلودي ستولز بير داي وفي فيتشر وسيستميك ابسيت يعني بايركسيا زي البيشنت اللي كانت 37.8 تقريبا، صحيح تاكيكارديا انيميك وريست انفلامتري ماركر زي السي رياكتيف بروتين برضو كان في الكيس دي هاي. طيب هنبدا المانجمنت بنديوس الريميشن برضو هنقسمها على حسب مايل تو مودريت وعلى حسب هو الارسل لحد وين الارسلتيف كلاس واصل وين.
طيب إذا كان في بس بروكتايتس يعني في الريكتم بس، هنبدأ بتوبيكال أو ريكتال أمينو ساليسيلات. فور ديستال كولايتس هو الريكتال ميثاسيلازين، ميثاسيلازين has been shown to be superior، هو أحسن من الريكتال استرويد والأورال أمينو ساليسيلات. تمام. إذا remission not achieved بعد 4 أسابيع نزيد عليها الأورال أمينو ساليسيلات. If remission is not achieved at topical or oral corticosteroid. تمام؟ تمام يا دكتورة. يبقى أنا طيب بقى في إذا كان الريكتم ببدأ سوري معلش أعمل ببدأ ريكاب وراكي كده عشان بتوبيكال. أحفظهم. أوكي. ببدأ بتوبيكال ميثالازين تمام؟ بستنى 4 أسابيع ما جابش نتيجة لا بضيف أورال الميثالازين برضو بس أورال يعني أبدأ أضيف أورال. توبيكال استنى أربع أورالي أسابيع أيوه. بعد كده أضيف أورال ما جابش نتيجة أقوم أديله أي حاجة بقى ما جابش كورتيكوستيرويد سواء ممكن توبيكال هنبدأ أو أورال كورتيكوستيرويد تمام بالضبط كده. تمام طيب إذا كان بروكتوسيجمويتايتس في الريكتام والسيجمويت أو في الليفت الليفت سايد أسرتيف كولايتس، نبدأ برضو بتوبيكال أمينوساليسيت. إف ريميشن نوت أتشيف بعد 4 أسابيع بنزود هاي دوز أورال أمينوساليسيت أور سويتش تو هاي دوز أورال، يعني يا إما نزود الدوز بتاعت بأورال نزود عليها يعني، أو نحول لتوبيكال كورتيكوستيرويد مع أورال أمينو ساليسيت والميثيلازين. If remission is still not achieved, stop topical treatment and offer an oral amino salicylate and an oral corticosteroid. تمام. تمام طيب إذا كان extensive انا يعني قعدت احفظ في الحاجات دي أبعد من السيجمويد. تعبتني لان فيها تفاصيل كتير أيوة هي أيوة بتتعب تعبتني والله، وبتلخبط صعبة شويه صعبة بس هو صعبة. انا حفظتها بس انه الريكتم زي ما قلنا بتبدا توبيكال بعد كده بتلقي الاورال في الميثالازين ما جابش نتيجه بتزود عليهم كورتيكوستيرويد اللي انت عايزه سواء توبيكال او اورال بينما هنا القصه واخده الريكتم والسيجمويد او واخده الليفت سايد بتاع يعني الكولون تمام فالموضوع يعني بدأ يكستنت ايوه اكتر هي فاحنا هنبدأ توبيكال ميثالازين وبعد كده نفس القصه هنبدأ هنعمل اورال بس اسسمنت هاي دوز على هاي دوز هاي دوس. وكمان ايوه نزود بالضبط كده توبيكال كورتيكوستيرويد معاه ما جابش نتيجه كورتيكوسترويد، نقوم بقى موقفين التوبيكالات خالص وشغالين نوقف بالاثنين اورال التوبيكال خالص وياخد اورال الاثنين مع بعض امينو بالظبط كده ساليسيت وكورتيكوسترويد. طيب اذا كان اكستنسيف يعني اكتر ابعد من السيجمويد، نبدا برضو بتوبيكال امينو ساليسيت وندي هاي دوز اورال معلش ندي هاي دوز اورال امينو ساليسيت، يعني الاثنين مع بعض توبيكال واورال. من if الأول remission not achieved من الاول، if remission is not achieved within 4 weeks نوقف التوبيكال خالص وندي هاي دوز اورال امينو ساليسيت ومعاهم كورتيكوسترويد اورال. نفس الخطوة الأخيرة اللي حنصلها في قبلها، إنه بالضبط أورال الاثنين. تمام. طيب طيب دي كلها كانت السؤال في بتاعنا مايلد بقى أو مودريت. ده هنا السؤال بتاعنا، إذا كان سيفير كولايتس عرفنا سيفير كيف، إنه هو الموشن كانت مور ذان 6 وكان في سيستميك سيمتومز، كانت في بايركسيا وكده والسير أكتيف بروتين كده. طيب إذا severe colitis ده لازم إنه admission should be treated on hospital من الـ IV steroid are usually given first line. إذا كانت الـ steroid contraindicated أو not tolerant هندي cyclosporine IV في كل الأحوال IV. هنا الـ assessment هيتعمل ما هننتظر 4 weeks بعد 72 hours. إذا لسه ما في improvement consider adding IV cyclosporine or IV corticosteroid or consider في الأخير surgery. تمام. ده الاندكشن طيب ماشي خلاص حصل أيوة. بعد كده the maintenance remission following a mild to moderate ulcerative colitis flare. هنا جمع علينا البروكتايتس مع البروكتوسيجمويتايتس مع بعض، الاثنين هنبدأ بيتوبيكال ريكتال أمينو ساليسيت ألون، يا إما ديلي أو انترميدنت أو أورال
امينو ساليسات بلس توبيكال ريكتال امينو ساليسات ديلي اور انترميتنت او ندي اورالي بس، لكن هو ما افكتيف زي ان يكون يا يعني اما كومباينيشن او توبيكال بس. تمام. اذا كان في الليفت سايد سايد و يعني اكستنسيف السيراتيف كولايتس لو مينتينال دوز اوف ذا اورال امينو ساليسات. القصة هنا انتوا لو تخيلتيها دكتورة ان هو لما كان الـ يعني التوبيكال لما كان ناحية الريكتم او السجمويد، فهو كان مخلي التوبيكال اللي هو السوبيريور، يعني لما بدأ الموضوع يبقى أيوة يعني ريتروجريدنج فقال لك لا الاورال يبقى هيبقى افضل نسوي ده الاورال بالضبط، ما جابش سيرة التوبيكال خالص حتى السيفير بعد كده بقى. تمام. إذا كان severe relapse two or more exacerbation in the past year من الدي أورال أذاتيبولين أور ميركابتوبيورين دل الريميشن مش التريتمنت. التريتمنت قلنا هياخد يا إما هيدروكورتيزون أو ياخد سايكلوسبورين. في للمينتنس هياخدوا أورال أذاتيبولين أور ميركابتوبيورين في حالة السيفير. تمام. طيب other point ميسوتريكسات هو مع الأسرتيف كولايتس ما not recommended، بيتأخذ أكثر مع الكرونز. There is some evidence that probiotics may prevent relapse in the patient with a mild to moderate disease. تمام. probiotics دي هي ممكن تكون عارفينها بس أنا شفتها، يعني إنه supplement يعني حاجة زي normal flora بالضبط كده. اوكي. طيب next question. 28 year old woman is diagnosed with IBS. She occasionally expresses spasms of pain in the left area fossa and her periods of post constipation and loose stools. You are considering drug therapy to provide her with the symptomatic relief from the symptoms. Which one of the following does NICE recommend that we avoid in the patient with IBS? عندهم IBS ما نديهم لاكتيولوز، يعني من كل فترة إنه في constipation ما حندي لاكتيولوز. ممكن نقرأ على السريع كده دكتورة يبقى نقرأ أوكي. لا عادي. The management of IBS is often difficult and varies considerably between patients. NICE updated its guidelines in 2015. First line pharmacological treatment according to predominant symptoms. نشوف إنه symptoms شنو؟ symptomatically يعني. إذا في pain ندي antispasmatic agent. إذا في constipation ندي laxative لكن avoid the lactulose بالذات. Diarrhea ندي bromide هو first line. For patients with constipation who are not responding to conventional laxative, linaclotide may be considered if optimal or maximal tolerated doses of previous laxative from the different classes have not helped and they have an constipation for at least 12 months. يعني إما هو أخذ لبرومايت ما كان في منه فايدة أو الكونستيبيشن لوقت طويل أكثر من سنة مثلاً. تمام. كان دكتور نادر كان قلنا في حاجه بتعمل اوفرلاب بين الاي بي اس، وكانت ايه السمول باول ولا كانت ايه السبونتينوس باكتيريا بروتونايتس؟ هم دول لا، في حاجه تاني السبونتينوس باكتيريا اوفر جروث هي اللي بتعمل يعني مشكله مش البروتونايتس لكن السبونتينوس باكتيريا اوفر جروث اللي هي بيسموها سمول سمول السمول سمول باول باكتيريا اوفر جروث. ايوه باكتيريا تمام موجوده في الباول. تمام عشان برضو نربطهم مع بعض. ايوه تمام. طيب السكند لاين فارماكولوجيكال تريتمنت ندي لو دوز تراي سايكليك انتي ديبريسنت زي الاميتريبتيلين 5 تو 10 مللي جرام. Are used in preference أحسن من الـ SSRI.
other management options. بعد كده ممكن نعمل لهم psychological intervention if symptoms are not respond to the pharmacological treatment after 12 months. سنة يعني إنه pharmacological treatment مع diabetes فايدة إنه نعمل لهم psychological intervention. And who develop continuous symptoms profile refractory يعني in IBS irritable bowel syndrome. تمام. Consider referring for cognitive behavior therapy أو hypnotherapy or psychological therapy. Complementary and alternative medicine do not encourage use of acupuncture or reflexology for treatment of IBS. ممنوع نعمل لهم لا acupuncture لا reflexology. طيب general dietary advice يعني حيسأل المفروض يأكل إيه والأكل وما يأكل إيه. طيب هنقول لهم إنه ياخدوا have regular meals and take time to eat. Avoid missing meal or leaving long gaps between eating. Drink at least 8 cups of fluid per day, especially water or other non-caffeinated. يعني ياخد حياتنا فيها كافيين such as herbal teas. Restrict tea and coffee to 3 cups per day. Reduce intake of alcohol and fizzy drinks. Consider limiting intake of high fibers food, for example, whole meal or high fibers flour or breads. Cereals high in bran and whole grains such as brown rice. Reduce intake of resistant starch, often found in processed food. Limit fresh fluid to 3 portions per day. For diarrhea, avoid sorbitol. For wine and polluting, consider increasing intake of oats. For example, oats, beets, breakfast, cereal on or porridge, and linseed up to 1 tablespoon per day. يعني تمام تمام الله ينور عليك. طيب 51-year-old woman is investigated for lethargy and pruritus. Her appetite is normal and she has no lost weight. On examination, she is not clinically jaundiced and there is no organomegaly. Blood tests are reported as follow. HGB, يعني platelet normal, white blood cell normal. Sodium, potassium, urea, and creatinine is normal. Type pyloropine. يعني slight low, ALB, ALT, ALB high, ALT normal, والجامعة glutamate transferase high. Albumin, I think, is normal. What further test is most likely to reveal the diagnosis? طيب هو الالبيومين البيلي روبين سوري النورمال لغايه 20 ولا ايه ولا زياده صح؟ اي ثينك كم 30 17 انا شفتهم بس حاسه جوات الدنيا صراحه. لا لا خدها بس حنشوفها يمكن نلقاهم. انا قصدي احنا يعني كان نحلل طيب هو ده هو ممكن نرجع على الكيس. بص على الانفست. طيب ماشي 17 17 اب تو 17 نورمال. ايوه اوكي تمام. طيب هي في ليثرجي وفي بوريرايتس دي هي برايمري بيليري كولنجايتس. ما هي بيريورتس دي بتهيألي من البايل سولتس اللي بتطلع خلاص. فهو شكلها اوبستراكتيف يعني. أيوة. جندس كده اوبستراكتيف right. Primary biliary cholangitis. Okay. Investigation هو بيسأل منها أو هنعمل most likely reveal the diagnosis من عمل لهم anti mitochondrial antibodies. تمام رول ام رول صح. طيب primary biliary cholangitis هي رول اوف ام اي جي ام و M2 subtype طيب من الانتي ميتوكوندريال انتي بوديز and middle age female.
وميدل ايج دي هي كان عندها 51 سنة، هو دايما ايوه ما يعتبر الميدل ايوه ايج ده عندهم السن ده يعتبر كده ميدل ايج يعني. تمام. هو هنا بقى عايزين نشوف بس هو ايه كاتب هنا. هي ميدل ايج ده بالنسبة للسن بتاعها، والهيستوري اللي هو البريوايتس الهيستوري فيه والليفر. سيرجيو بريدس والفانكشنال اي ال بي والجاما جلوتامايل ترانسفيريز هاي هما دول كلها ماشيين بونك. اكتر مع ايوه الـ مع الاوبستراكتيف جوندس اللي بيبقوا اتنين عاليين، صح كده؟ تقريبا هيكون كله فيه هاي، حتى الاي ال بي في الابستراكتيف جوندس ولا حد عنده. طيب ممكن نقرأ معلش هما التوبك. دي الاثنين، اه لو الجي جي تي والاي ال الكلين فوسفاتيز اعلى من الاي اس تي والال تي يبقى ده كولستاتيك باترن، لو العكس يبقى هيباتو سيلفر لو الالكالين هيباتو فوسفاتيز سيلفر ايوه والجاما. اعلى. والجي جي تي اعلى، ده بيقول لك ان في مشكله على مستوى البيلارين. تمام، يعني كوليستاتيك او اوبستراكتيف. تمام، لو عندنا الاي ال تي والاي اس تي الليفر انزيم اعلى من الجي جي تي والالكالين فوسفاتيز، والجي جي تي اكتر من الالكالين فوسفاتيز، هنقول الـ يعني السورس از خاص سيلولار باتو هيباتوسيل. سيلولار. هيباتوسيلولار. تمام تمام بالضبط، شكرا لك سارة. هو فعلا اوبستراكتيف بيبقى الالكلاين طيب فوسفاتيز معدي ساعات ال 300، بس هو هنا في الكيس مش جايبه كتير قوي. كان كام؟ كان فين الالكلاين فوسفاتيز؟ 230. تمام، هو الحاجة هيبقى اللي هاي هتبص قوي. لها، ده لا الجي الدكتور. جي تي اكتر، يعني لو ما انت بتستجيت الكوليستاتيك الالكلاين فوسفاتيز لي سورسز غير البيلاري سيستم، فانت لو بتدور كلينيكالي عايز تقول ان ده سبيسيفيك البيلاري سيستم وطلبت الجي جي تي ده بيبقى سبيسيفيك، ما فيش اي مكان تاني في الانزيم ده الا البيلاري سيستم. فلو لقيته عالي هنا حوالي 360 النورمال، انا فاكره لحد 55، فهو كده عالي دبلز. تمام، فهو ده بيقول لك المشكله في البيلاري اكتر من احنا ان هو يكون ايوه هيباتوسيلولار. تمام تمام وصلت كده. تمام، شكرا يا دكتوره. نعم The beta is not working inside. You ask me for Cibro? Let me to try. Primary biliary cholangitis. Previously referred to primary biliary cirrhosis. It's a chronic liver disorder, typically seen in middle age, female to male. Okay. The etiology is not fully into my own, صح؟ ايوه سامعك دكتور. تمام. The etiology is not fully understood, although it is thought to be an autoimmune condition. Interlobular bile ducts become damaged and chronic inflammatory process causing progressive cholestasis, which may eventually progress to cirrhosis. ان يعني بيحصل interlobular duct بيحصل لها damage، بعد كده بيحصل فيها كرونيك انفلاماتوري او كرونيك انفلاميشن بيعمل كل تمام. ذا كلاسيك بريزنتيشن بيحصل ايتشي، وهتكون في ميدل ايج وومن اسوسيشن، بما انه اوتو اميون هيكون جوجرين سندروم ذا سين في 80% من البيشنتس، روماتويد ارثرايتس، سيستميك سكلروزين، وثايرويد ديزيز. Diagnosis the anti mitochondrial antibodies M2 subtypes and are present in 98% of patients and are highly specific. وممكن نعمل برضو ال smooth muscle antibodies this positive في 30% of patients و raise the serum IgM يعني AMA و SMA و IgM. SMA دي ندخلها مع ال role of M برضو. طيب مانجمنت بروريتس نديهم الكولوسترامين وفات سوليبل فيتامين سبلمنتيشن ويوريثروديوكسيكوليك اسيد، وفي الاخير بنعمل ليبر ترانسبلانتيشن اذا كان البايلوروبي مور ذان 100 وبرايمري بيلر سيروز از ميجر انديكيشن. ريكرنس ممكن تحصل ريكرنس في الجرافت بس ما مشكلة يعني.
complications ممكن تبدأ cirrhosis، ممكن يحصل osteomalacia or osteoporosis، significant increased risk of hepatocellular carcinoma. وحصل inflammation هيعمل cirrhosis وممكن يعمل hepatocellular carcinoma، وبرضه مشكلة إنه بيكون في مشكلة في الأبزوربشن وكده، ممكن يحصل osteomalacia or osteoporosis as complication. تمام. طيب which one of the following drugs is least likely to cause cholestasis؟ نحن قسمناهم كان إلى hepatocellular or cholestasis or بيعمل cirrhosis. في الكوليستاسيس جيب القائمة أفضل. كان في أيوة أحسن نقراها صح ونرجع نحل السؤال. هي حفظ يعني ملهاش دعوة. أيوة بالضبط كده. طيب الهيباتوسيليور كوزز الباراسيتامول، سوديوم فالبوريت، فينيتوين، ماوس المونامين اوكسيداز انهيبيتورز، هالوثين، انتي تيوبيركلوس، الاين اتش ريفامبيسين، امبيرازينامايد، استاتينز، الكحول، امايدرون، ميثايل دوبا، نيتروفورنتوين. دي الهيباتوسيليور كوز. طيب كوليستاسيس بلس او ماير هيباتايتس فيها الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز وانتيبايوتيك زي الفلوكسيسيلين، كوأماكسيسيلين والإريثروميسين. والإريثروميسين عامل عليها ستار إنه بيقل الريسك مع الإريثروميسين ستريت مكتوبة تحت خلاص. طيب زيادة عليهم أنابوليك سترويدز والتستوستيرون، فينوسيازين زي الكلوروبروميزين والبروكلوروبيرازين والسلبانيل يورياز، فايبريز، ان ريرلي نيفيديبين. ليفر سيروزيس بتعملها MMA، ميثوتريكسات، ميثايل دوبا، امايدورون. والميثوتريكسات او الميثايل دوبا والامايدورون هم ممكن يعملوا برضو هبات عموما يعني هباتوسيريا مشتركة بيناتهم الاثنين. هو السؤال كان في الكوليستاسيس انه الليست اقل حاجة ممكن تعملها هو الأمايدورون لأنه مع الهيباتوسيلولر. تمام تمام صح تمام. أشكرك والله يا دكتورة. العفو.